الكأس لا يمتلئ من نقطة، والإنسان لا يغضب من كلمة. كل القصة تراكمات. أقوى جيش تواجهه هو جيش الأفكار التي تدور في عقلك، فهذا الجيش قادر على نصرك أو تحطيمك. من باب الأدب استمع للبشر جيدا، أما من باب الاحتياط فلا تصدق كل ما يقولون. بغض النظر عن مدى طيبتك، سيحكم عليك الناس وفقا لمزاجهم واحتياجاتهم. لا تلوم الناس لأنهم خيبوا أملك، بل لوم نفسك لأنك توقعت الكثير منهم. لا تتألم على من تغير عليك، فلم يتغير إلا لأنك أغرقته بالمحبة والاهتمام حتى اكتفى منك. أيقنت بالأمس أنني صديق نفسي عندما لجأت إلى النوم وفي قلبي مواضيع لم أفصح بها لأحد غيري. من اعتاد أن يتجاوز حزنه بمفرده لن يؤثر فيه بقاء أحد أو غيابه. كن مثل الساعة، لا تمشي بمزاج أحد. لا تتوقع أن الجميع نفس أخلاقك وردود أفعالك. نعم، الطين واحد، لكن الأرواح تختلف. العبرة بالنهاية وليست في البداية أبدا. فالبدايات كاذبة مهما كانت مقنعة، والنهايات صادقة مهما كانت قاسية. حتى الشمعة ستدرك في يوم من الأيام أنها احتضنت خيطا أهلكها. إذا خانك شخص مرة فهذا ذنبه، أما إذا خانك مرتين فهذا ذنبك أنت. الثقة حين تهتز لمرة واحدة لا تعود أبدا، وإن فعلت المستحيل. ليس السبب أننا لا نسامح، ولكن سيبقى هناك خوف من الغضب. استمع ثم ابتسم ثم تجاهد. ليس من الضروري أن تأخذ كل شيء بجدية. ابحث عن راحة بالك ولا تعاتب أحدا، لأن الجميع يدرك ما يفعله. يتمنون لك الخير بشرط أن هذا الخير لا يجعلك أحسن منهم. طيبون لكن بوقاحة. تأكد أنك ستشرب من نفس الكأس الذي سقيت به غيرك، سواء كان حلوا أو مرا. لم أندم يوما على عفويتي بالكلام، أنا فقط ندمت على الناس الذين تكلمت معهم بعفوية.